الأهلي إدى تعليمات، كابتن محمود الخطيب إدى تعليمات لموسيماني، مفيش حديث في أي حديث. يعني إيه؟ الأهلي كان المفروض إن هو قبل الماتش ده هيبقى في لقاءات للمدير الفني، للجهاز الفني، لبعض اللاعبين، وبعض اللاعبين كانوا ابتدوا أخذوا موافقات، ولكن كابتن محمود الخطيب قال لا حديث إلا بعد البطولة الأفريقية، مفيش حديث، مفيش حاجة. النادي الأهلي ترمي الإبرة ترن، ده اللي موجود في النادي الأهلي دلوقتي، مفيش حديث في أي حاجة، مفيش موضوع. موسيماني قعد اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب، وآخر جلسة كان في يعني حوارات جانبية كتيرة جدا جدا جدا، وإحنا اتكلمنا في كل كواليسها، ولكن موسيماني والكابتن محمود الخطيب اتفقوا إن اللي جاي مختلف تماما، اتفقوا ان مفيش حديث، خلاص موسيماني ادى موافقه، انا عقدي مع الاهلي زي ما انتم عايزين، يعني بالبلدي كده انا معاكم، ما تشغلوش بالكم، ما تقلقوش، يعني من ناحيتي خلاص مفيش مشكله، ولكن موسيماني اتفق مع كابتن الخطيب ان الحديث عن البقاء خليها بعد البطوله الافريقيه. موسيماني عايز تاريخ زي ما الاهلي عايز تاريخ، هما الاثنين متفقين على جمله واحده، بطولات بطولات بطولات. هات ميداليات، هات كاسات، هات اي حاجه، هو ده المهم، وبعد كده العقود نتكلم فيها زي ما انتم عايزين. النهارده كان في ماتش ودي للنادي الاهلي، وحمدي فتحي النهارده في اصابه، ولكن ان شاء الله باذن الله تبقى اصابه بسيطه وتمشي الامور بخير. هبتدي معاكم ببعض محمود متولي، انا اسف محمود متولي.